يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندن فشجوت طورا ثم طورا باسما وعزازت ثم بعد الانتهاء من العطاسي المركان دم أيها الهندسه أقول وحدها الحمد لله الحمد لله إن هذا هو قفك الأكثر ذو جوه وينقولها يرحمك الله أذن هذا يهديكم الله ويصلح بالكم تحسن هو أذاب تلوات لقرى وقفك هندسة ينقولها الحمد لله الدرس الثالث عشر عشر كي ستة حلواتنا وحكو ساب سنهاي آداب التثاؤب ان همان سيشده مركات همان سنهي سأفكر تاقي سيد آداب تيلاذا آداب بضانا يلاذا هيدا عندك يسم لا أرفع صوتي كرو مقالي عدكيغا بالتثاؤب هندي سيد همان سيشده كرو مقالي عدكيغا مركان همان سنهي dad badan waxaad arkaysaa markay amaansanayaan hurdada laga soo kacay ama dad badan ay ku dhibsadaan nabigan waxa loo soo diray inuu dhameystiro akhlaaqda makarim al-akhlaaq inni bu'ithtu an utammima makarim al-akhlaaq nabiga ayaa dhahay waxa la soo saaray inaan dhameystiro makarim al-akhlaaq marka nabiga wuxuu sameen jiray qofka markuu همان سنة أفكا يو قبسين جري مران أيو سارين جري سي أي دادك كان قدب سنين أيسان قدر من حتى قفكا إنو همان سنة داد قارنو حد أركيسا إنو وحسن كدوينيين مكاد أركتيد أدب سنة يسيد با نفتك أسوان بحيث دادك كلا يدب أسا مركا مسلمين تدبين أفكا قبسو أو ترتيبنا محلي جر كر أتكا لنكونا وقادم أضع يدي على فمي قعنت إذا يا سارتا أفكيك قعن أم استراء أم أفكا وحا هزتت وإن سارتا أفكا مركا تهمان سنيسي سي نفت دفكا ليوسو قارن تاسنا عذاب واي الدرس الرابع والعشرون عشر كي أفري لواتنات عذاب التثاوب وعشر كي لواتن عذاب التثاوب قصابسا همان سجد عذاب تليذان أجتهد في كلمة التثاؤب أنه حنكون دلالة هنا قريو من كان همان سنة هنا قريو حنكون دلالة مرولي بو حلقة رو هنا تكون دلالة شد من كان همان سنة تتكيسون كو أركن همان سنة تسكى إلى لسيد لأن التثاؤب من الشيطان همان سنة شغل هو شيء وحاوي شيطان شيطان يسكى له وحاوي عاجزك هو دلالة حتى من كانت كسوك عدد badan dadku waa isku arkaan markay hurdo ka soo kacaan qofka hamaansanayo ama hurdo markay ku haysaa taa caajisan tahay badan waa hamaansanaysa shaytaanka ku keenay waxaas الدرس الخامس والعشرون عشر كي شن لباتنات آداب قضاء الحاجة مركات حاجة قلنا يسمى كل آداب يصير آداب تيلي هذا آداب يلا فربضنا يا سوق هذاني aan markii la galay in lugta bidix la hormarinayo aan duco la akhrisanayo aan markii la soo baxayna aan lugta bidix la soo hormarinayo ducada la akhrisanayo maanta waxa akhrinayna gudaha markaan ku jirno maxaan naga rabaa inaan iska ilaalinayna aan la astaqbalo qibla markaad haaji gudanayso waxa laga rabaa inaadan u jeesanin qiblada wa wala astadbiruha fi athnaa albawl umana dabar jeedinaayo markaan kaadinaayo musqul markaa ku jirto waxaa laga rabaa inaadan u jeesan qiblada aadan u dabar jeedinin waxaad samayn kartaa inaad dhinac kale aadid dhinac ay ka xigan qiblada taasna wanaagsan markaan
أذبت كم التهاي أو نخش مركز اللي جرى لا سمية إن لو جيسن قبل هذا أن لو دبل جيدين أن الدرس السادس والعشرون عشر كي لحي طبنات وعشر كي قدم بي كتاب كي ستحاد إن شاء الله وحنا نقول بينا عشر كي كتاب كافرات إن شاء الله بري وحي قدم بيه آداب الصحبة آداب تصاحبتنا ماذا أيضا بدل ما سوق هذا كتاب وقوة لما سوق هذا لبعد ستحاد أنا أكو أركونا أفراد إن شاء الله وأنكو أركونا أن أصافح وان سلامة قعنت يان قليا أخي وللكي عند ملاقاته مركان نقول ما تنوى لازم مسلمين تعالى اسكار وواينا السلاما وضل مركان اسكار رمالا قعنت قليا أبتسم في وجهه وان أقص له مركان أن أركو أن سلام وأقص له نبي وحده لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخوك بوجه منطلق أن حقا لا تحقرن من المعروف معروفك أسك حقرن إلا حتى ولا لك هذا لك ولنت حتى وجه فرن إن لك ولنت ولا لك إن وجه فرن هذا لك ولنت دواي وحيالا أو ونكسن أي كم التهاي مركات وجهك أصفرن أضفرن أو خصلي سوكو أركا أسنو كل فرحة ولو هذا مروك هي صحتان مركا ولي هذا أدي هو وجهك هذا حرحرن مرقيسن صاحب كذا لكل من لبك استكو هسو ما هذا لبك هسو تولي وذا يكرتا لكن اسكي إلالي ولاركا مكال لكل ميسيد ينات وجهك هذا حرحرن هاي يا من تلا قول النبي وبينا لله صوتك بالهدى ما أحسن أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندن فشجوت طورا ثم طورا باسما وعززت ثم